الروائي عصام يوسف. جبنا في الاستوديو مشاهدينا الكرام وكل عائلات مصر والعالم العربي، رمضان كريم واهلا ومرحبا بكم، وحلقه جديده من برنامج العباقره. برنامج العباقره عائلات يقدم اليكم برعايه من يهتم بالتعليم في مصر، البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر. في الموسم السادس من العباقره عائلات، مين يا ترى اللي حيفوز بكاس البطوله؟ ومين هي العائله المثاليه؟ العباقره عائلات بشراكه البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر، الداعم الرئيسي لمشروعات المراه المعيله في كافه المجالات. في الحلقات اللي فاتت، عائلات مصر جمعت 2635 نقطة في خزنة البنك الأهلي المصري، الدعم الرئيسي لمشروعات المرأة المعيلة في كافة المجالات. تعالوا نشوف عائلات مصر النهاردة هيوصلوا النقط لكام. أول عائلة سرطانة في الاستوديو بيشاركوا لأول مرة، حلم واتحقق، من المرج محافظة القاهرة، رقم كده بعائلة عيسى. الحمد لله شارك في برنامج العباقرة، والحمد لله حلمي اتحقق، وان شاء الله اكون قد المسؤوليه ونكسب ماتش النهارده. الموسم ده اول مشاركه لنا في برنامج العباقره، حابين النهارده نادي اداء مشرف في ماتش اليوم ان شاء الله، ونحقق نتيجه كويسه، وانا وعائلتي سعيدين جدا بالاشتراك في المسابقه دي. انا استعدت لماتش النهارده، ان انا قريت كتير وذاكرت كتير، وان شاء الله يكون ليا دور كويس في ماتش النهارده. هدفي من المشاركه في برنامج العباقره ان انا اتعرف على عائلات جديده، والمكسب الحقيقي هو المشاركه. عائلة عيسى، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك حضرتك، منورنا في الاستوديو. ربنا يخليك. مين صاحب فكرة الاشتراك؟ بلال. مين اللي وافق ومين اللي اعترض؟ لا كله وافق الصراحة، محدش كله وافق على طول كده. هو علشان احنا متابعين البرنامج على طول، ويعني كان نفسنا في مرة نقعد على كرسي العباقرة. المدرسة اللي كنت فيها ما كانش معظمها مثلا بتخش البرنامج، والجامعة لما دخلت ما لحقتش اقدم، فما فيش غير العائلات، فقدمت عائلات يعني. تمام، مين اكتر واحد بيجاوب في البيت؟ انا وبابا. ايه يا مدام عزه، الكلام ده صحيح؟ مدام عزه متوتره لدرجه ان هي ما بتتكلمش، هز راسها بس. اول مره تشاركي برنامج تلفزيوني؟ كويس، تجربه مهمه. حتى لو مش ليكي، مهمه للاولاد. ليهم طبعا، زي ما بلال قال، كرسي العباقره حلم طبعا. بلال عايز تبقى دكتور كيميائي ان شاء الله. طب هتعمل ايه لما تتخرج؟ في تركيبات الادويه وشركات الادويه، اي حاجه ليها علاقه بالكيمياء ممكن ابقى مشارك فيها، لان هيبقى ده تخصصي، اي حاجه فيها كيمياء. ايه اللي حببك في الكيمياء؟ هو الصراحه كان مدرس في ثالثه ثانوي اسمه مستر ناصف، هو الصراحه اسلوبه معانا وطريقته وطريقه تدريسه لينا وتدريسه للماده حبيتني في خلتني اشربها من الاخر. فرصة إن إحنا نحييه. ليه بقى؟ نحييه ليه؟ لأن في مدرس ممكن يحببك في المادة، أو مدرس يقرهك في المادة. بالظبط. فسنت بقى عايز تطلع ممثلة، ممثلة مسرح كمان، مش أي حاجة يعني، المسرح ده ليه هيبة. احكي لي بقى، إيه موضوع التمثيل ده؟ هو بدأ وأنا في المدرسة، كنت في المدرسة كانوا بيخلونا نطلع يعني نمثل في المدرسة، فأنا أصلاً يعني بحبه وبحب أتفرج على ممثلين كتير. فده اللي حببني فيه، وبعدين لما كبرت شويه بدات اروح مسرح واتعلم وامثل في مسرحيه مدارس. فده اللي اتعلمته يعني، حبيتها قوي يعني، بحبها. واضح ان انت مش متوتره. ايوه وقفتي على المسرح، وقفه المسرح مش سهله طبعا. استاذ هاني، اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. شعورك ايه؟ مبسوط جدا، كان حلم لينا ان احنا نوصل ونقعد زي ما بلال قال، ان احنا نوصل لغايه هنا، لغايه الكرسي، ونقعد قدام حضرتك او في البرنامج عموما. يعني برنامج من اكتر البرامج اللي الواحد بيحبها بجد، لانه برنامج هادف. الحمد لله، ربنا يعين حضرتك، ودي ده شرف لنا كلنا كعيله ان احنا نقعد هنا. ومبسوطين ان انتوا انضميتوا لعيله العباقره. طبعا طبعا طبعا، شرف لينا. مدام عزه، اخبار الطبخ ايه؟ سمعت انك طباخه ماهره. بيقولوا كويس. بيقولوا كويس. ايه اكتر اكله بتعرفي تعمليها؟ كوسه ومكرونه بشاميل. مكرونه بشاميل، دي هواياتي دي. تمام. عائلة عيسى، متوقعين ايه من ماتش النهارده؟ ان شاء الله يكون ماتش كويس، وباذن الله ونكسب يعني معرفه من لو في حاجات مش عارفينها نعرفها اكتر، وجودنا نفسه يعني حاجه كبيره، حاجه قيمه وكبيره جدا لينا يعني. ان شاء الله المكسب الحقيقي ان احنا اشتركنا في البرنامج وتعرفنا على عائله الحياه.
بص بص مذاكر برنامج كويس. هو ده المكسب فعلا. طبعا عيلة عيسى بتمنى لكم كل التوفيق. نحيي كلنا عيلة عيسى. أما العيلة التانية واللي مشرفانا في الاستوديو أصدقاء الحياة من ثلاث محافظات مصرية، رحب كلنا بعيلة الحياة. أنا مبسوطة إن أنا هشارك في برنامج العباقرة، فريقي معتمد عليا في المعلومات العامة وجمعت على قد ما أقدر بإذن الله، وربنا يجعلني سبب في نجاح الفريق. أنا مبسوط إنني بشارك في برنامج العباقرة، وده كان حلم أو حلم كل مصري أو كل عربي. إن شاء الله ربنا يوفقنا في ماتش النهاردة ونكسب. أنا حلم حياتي إن أنا أشترك في مسابقة العباقرة، وأتمنى النهاردة إن شاء الله أنا وفريق الحياة نفوز ونأمل في البطولة ونأخذ الكاس بإذن الله. أنا استعديت لمباراة النهاردة وبالقراءة والتركيز، وأتمنى من الله التوفيق والنجاح لمجموعة الحياة ونحصل على مركز متقدم. عائلة الحياة الحمد لله على السلامة. الله يبارك فيه. مدام حكمة مش راضية تبص لي. مش عايزة تبص لي ليه؟ لا أنت على دماغي بس هناك أحسن. هناك فين؟ هناك. القعده هنا وسط الجمهور صح؟ جميله قوي. بتقعدي تجاوبي؟ ايوه. ومرتاحه؟ تمام. ومبسوطه؟ تمام. الاضواء عليك بقى بيبقى شيء تاني، مسؤوليه اكبر، مسؤوليه اكبر. دلوقتي المعلم الخبير اللي دايما بيسال قاعد بيتسال. الله ينور عليك. دلوقتي انت حاسه بالطلبه؟ طبعا طبعا. مش مساكين الطلبه؟ لا. بتعذبيهم ليه؟ لا والله ده انا صديقتهم. لا 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 بجد؟ والله والله انا بمعاليات. انت على دماغي، ما انا بتعلم منك على فكره. أنا بجد طريقة البرنامج أنا عملتها في الفصل كتير قوي من سنين، وبعمل بادجات كده وكان حاجات جميلة لدرجة إن فصلي طلع في أول الطلبة الحمد لله. الحمد لله على مستوى الإدارة 62 مدرسة، 3 عيال من عندي. برافو عليك، برافو عليك. طيب يبقى قلقانة ليه بقى؟ خايفة أخيب ظن الناس اللي معايا وربنا يسترها. لا الحسبة كده غلط. الحسبة زي ما بلال قال، احنا جايين ننبسط، وان انتوا جيتوا قعدتوا في الاستوديو تتعرفوا على عائلات في حاجة جميلة جدا، فمش عايزك تقلقي بالعكس. عشان الناس اللي ورانا تعبوا معانا قوي قوي قوي، وناس يعني حاجة عايزين نعمل لهم اي شيء. مين اللي تعب وراكم؟ يا نهار ابيض، هيئة التضامن، استاذ محمود، استاذ لا يعني ما شاء الله، وزارة التضامن عموما. الحقيقة اول وزارة فرصة ان احنا نشكر وزارة التضامن الاجتماعي على اهتمامها باشتراكه معانا الحقيقة. حصل. وعلى المجهود الكبير اللي هما بيعملوه. وفريق الهلال الأحمر كمان. طبعاً أنا الحقيقة معجب جداً بوجود فريق الهلال الأحمر معانا في الاستوديو. شكلهم جميل، والحقيقة أنا معجب جداً بأدائهم مع فريقكم ومع جمهور ومع الناس اللي في الاستوديو. عايز أحييهم كلهم الحقيقة. أستاذ يحيى حبيبي، أخبارك إيه؟ الحمد لله. مبسوط؟ يعني ده كان حلم واتحقق خلاص. قولي بقى، إيه سر اهتمامك بالخط العربي؟ الدم كله بيجري في الخط العربي فعلاً؟ أنا طول النهار والليل إيه على الخط العربي. يعني لو هتكتب لنا العباقرة عائلات دواني بقى فيه اللعبة كده. خلاص أنا مستني حبيب قلب. اتفقنا؟ الأول كاتب بس حتة صغيرة. عايز تقول إيه؟ بقول اسمي يحيى لوني قمحي لون طمي النيل، بحب الرسم والشعر والمواويل، الأستاذ عصام شايفني وأنا شايفه، خلى القلوب كلها إليه بتميل، عبقري من يومه، وإن سألت أقول لك العبقرة هي الدليل. مدام رؤية زيك. الله يخليك. قولي لي إحساسك إيه بقى؟ مبسوطة طبعا. مبسوطة جدا. كنت قاعدة وسط جمهور متحمسة. كنت عايزه اجي. ومدام حكمت كمان عايزه تجاوب على كل الاسئله. لما نشوف هتعمل ايه النهارده. ان شاء الله. بتحب الكره؟ انا اهلاويه. استاذ عبد السلام بقى مش عاجبه انك اهلاويه. أيوه. زملكاوي زملكاوي بقى. ايوه انت زملكاوي؟ أيوه. طب ايه؟ ايوه زملكاوي. انت ما تعرفيش. انا عارف. طب هو ايه ده؟ استاذ يحيى كمان زملكاوي؟ دمنا زملكاوي يا باشا. اتنين زملكاويه واتنين اهلاويه. يا نهار ابيض. كان المفروض نقعد احنا جنب بعض، الاهلاويه والزملكاويه يقعدوا جنب بعض كده. احنا عندنا روح رياضيه. بس روح رياضيه بس برضه اما الاهلاوي يقعد جنب زملكاوي بيبينه. على
عجبني قوي بيبينه دي. ايه رايك يا استاذ عبد السلام؟ ايه لما بتزعل من الزمالك بتعمل ايه؟ والله كنت في الشباب كنت بابكي يا نهار ابيض والله العظيم، انما حاليا خلاص في توازن بقى و... لا حاليا اتعودت. اه برافو عليك. الله الله. لا بس عايز اقول لك بصراحه موضوع التعصب ده بيزعلني قوي. احنا بنهزر وبنضحك بس في الاخر هي كوره. انت حسيت من كلامي ان في تعصب؟ لا طبعا. لا طبعا. استاذ عبد السلام، حد قال لك انك شبه ممثل؟ انا شايف انك شبه كمال الشناوي. يا لا 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 عديت دي. نمره غلط. نمره غلط. حلوه النمره غلط. دم خفيف. الله يكرمك. لا ده والله دم خفيف دي مش موجود. مش موجود. مش موجوده يعني دمك مش خفيف؟ دم خفيف لما بكون على المسرح او المنصه. انا شاعر خلي بالك. طب هتقول لنا شعر ايه النهارده؟ سداسيه سريعه. طب يلا اتفضل سمعنا سداسيه. من احسن ما كتبت او يمكن على الاطلاق احسن ما كتبت من سداسيات وما اكثرها، بعنوان دنيا. دنيا دنيا ندور فيها كالساقية، نحسب القناعات واقية، ندور في تيه وتيه، والدين نجاة فيه، والكلمة الطيبة هي الباقية. عبد السلام. وتقول لي دمك مش خفيف؟ لا دمك خفيف جدا كمان. ده مش رأي أنا، ده رأي الجمهور. المرة دي النمرة صح. أشكركم وأهلا وسهلا، وأنا بحب البرنامج ده وأحب الثقافة وموجودة عندكم. قريت للراحل عبد التواب يوسف قصص الأطفال؟ طبعا. أيوة. أصدقاء من عائلة الكيلاني والكلام ده كله رحمه الله. الله يرحمه. فتح أن ربنا يرحمه برحمته. أمين. ويغفر له ذنوبه ويتجاوز عن سيئاته ويعفو عنه وينير قبره ويحسن مدخله بسر الفاتحة وبقلوبنا اللي بتدعو من الأعماق الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم من الصلاة المستقيم صلاة الذين ربنا يتقبل بإذن الله يا رب. فريق الحياة بتمنى لكم كل التوفيق. الموسم السادس لعبقرة العائلات، ست فقرات: العلم، المعرفة، الفنون، تحت الضغط، ضربات الجزاء، وعجلة الحظ. وأول حاجة بنبتدي بيها هي سؤال السرعة. سؤال السرعة. والسؤال هو: أكمل مقطع الأغنية التالي. أسمر يا سمراني. من دلك عليا. لا لا استنى هقول. لا خلاص آسف. من أساك عليا والله. أنا باخد اللي جاب الأول. طب عيدها. لا مش عيد. إجابة خاطئة. في إجابة؟ أيوة. من أساك عليا. يا سلام. لا أنت ماشي. لا يعني سؤال ماشي. يعني بذمتك هو مش عارفها؟ عارف. ما فيش حد ما يعرفهاش، ولكن احنا بناخد الإجابة الأولى. وكويس إن جت في سؤال السرعة. طيب. طب هسألك سؤال بقى ثانية واحدة يا أستاذ ثاني، عشان السؤال اللي جاي ده مهم ليا جدا. مين أول حد غنى الأغنية دي؟ هو عبد الحليم وفايزة أحمد غنوها. ماشي؟ خلاص برافو عليك. هي شاطرة كده. أول حد غناها فايزة. أستاذ هاني طبعا إجابة صحيحة. كلمات إسماعيل الحبروك وألحان كمال الطويل. أستاذ هاني مين اللي بتبتدي الأول؟ أما إن شاء الله. فريق الحياة هتبتدي الأول. طيب يا أخوي. أستاذ حكمت وما عملتش حاجة غلط. هم عارفين أنا أستناهم فنهم عارفين صح؟ هو مش غلطان، هو جاوب صح. أسمر يا سمراني. من أساك علي. الله ما أنت حافظاها. ولا حافظاها والله كلها. طيب فريق الحياة هتبتدي الأول، وأول فقرة هي فقرة العلم. العلم. العلم أربع أجزاء: جغرافيا، تاريخ، أدب، وعلوم. الحياة إمتى الجوكر؟ جغرافيا. في الجغرافيا دوس على البازر.
جغرافيا والسؤال هو: ما هي أصغر دولة جزرية في قارة إفريقيا من حيث عدد السكان عام 2023؟ دولة؟ دولة في المحيط الهندي. أيوه عارفاها. موزمبيق؟ بصي، أنتوا ليكوا 20 ثانية. أنتِ متلخبطة. أيوه. طب ما تتكلموا مع بعض الأول، مستعجلة ليه؟ إجابة خاطئة. على مساحة 450 كيلومتر مربع، حوالي 100 ألف نسمة أرخبيل من 115 جزيرة. في إجابة؟ أستاذ ثاني إجابتك. سيشيل. سيشيل إجابة صحيحة. سيشيل هي الإجابة الصحيحة. 20 نقطة خطفتهم عيلة عيسى من الحياة. عيلة عيسى، عندكم سؤال في الجغرافيا، إمتى الجوكر؟ علوم. تمام، جغرافيا والسؤال هو: حاسيرام هو أكبر حقل غاز طبيعي بإحدى دول شمال إفريقيا، فما هي؟ ابتدى الإنتاج فيه سنة 1961، بينتج حوالي 3 مليار قدم مكعب يومياً. الجزائر إن شاء الله. بلال، الجزائر إجابة صحيحة. متوقع استمراره في الإنتاج لحد 2046. 10 نقاط، عيلة عيسى 30، عيلة الحياة عندنا سؤال في التاريخ. تاريخ والسؤال: روباتي مورمو هي ثاني امرأة تتولى منصب رئيس إحدى الدول الأسيوية، فما هي؟ اتولت المنصب في 2022 وحصلت على 64% من أصوات النواب وأعضاء مجالس الولايات في الدولة دي. أول رئيسة في الدولة من أصول قبلية، سياستها منحازة للفقراء والمهمشين والمضطهدين. أستاذ يحيى، إجابتك؟ سنغافورة. سنغافورة إجابة خاطئة. مش سنغافورة. في إجابة؟ باكستان. قربت ولكن إجابة خاطئة. ثانية واحدة، 50-50، هيجيلكوا اختيارين، دوس على البازر. زائد 10 أو ناقص 5. بنجلاديش، الهند. بنجلاديش. دوس على البازر. بنجلاديش. للأسف الشديد الهند. والله إجابة خاطئة. معلش، الحياة ناقص 5، عيسى 30، وعيسى عندكم سؤال في التاريخ. تاريخ والسؤال هو: استشهد المشير أحمد بدوي في حادث سقوط طائرة بإحدى المحافظات المصرية عام 1981، فما هي؟ كان قائد الجيش الثالث الميداني في حرب أكتوبر، وكان وزير للدفاع للقوات المسلحة سنة 1980. اتوفى هو و13 من كبار القادة، يقال إنها عملية مدبرة. مدام عزة، إجابتك؟ السويس؟ لا، مش في السويس. إجابة خاطئة. في إجابة؟ الفيوم؟ مش الفيوم، لا. إجابة خاطئة. عايزين اختيارين ولا لا؟ لا، مش عايزين. لا. بلال بيفكر صح. خلي فعلا 50-50 لسؤال العلوم، لو ما عرفتوش تجاوبوه. الإجابة الصحيحة: في سيوة، في محافظة مطروح. السؤال اللي جاي سؤال في الأدب للحياة. أدب والسؤال هو: من فيض الكريم هو كتاب لأديب مصري راحل، فمن هو؟ 12-1986، مقالات كان بينشرها
في مناسبات دينية. أشهر كتبه قنديل أم هاشم. قنديل أم هاشم وتكة شاطر. يحيى حق. يحيى حقي على اسمك إجابة صحيحة. 10 نقاط لفريق الحياة. فريق الحياة 5، عائلة عيسى 30، وعندكم سؤال في الأدب. أدب والسؤال، من هو الشاعر والأديب اللبناني مؤلف المجموعة القصصية يسوع ابن الإنسان؟ اتنشرت النسخة الأولى باللغة الإنجليزية 1928. قصص خيالية مستوحاة من شخصية السيد المسيح، تجمع بين التشويق والفلسفة والحكمة. كنت عايز تدبس بسنت في الإجابة صح؟ إجابتك إبراهيم نصر الله. إبراهيم نصر الله فلسطيني أردني. وفي السنة دي ما كانش لسه اتولد. أستاذ هاني إجابة خاطئة. مين بقى؟ مدرسة المهجر. مين؟ جبران. جبران خليل جبران. جبران خليل جبران إجابة صحيحة. 10 نقاط النتيجة اتغيرت، 15 للحياة 30 عيسى. دلوقتي عندنا آخر سؤالين في الفقرة في العلوم. فريق الحياة أول سؤال علوم والسؤال، ما هي جنسية العالم فيكتور غرينيار مكتشف تفاعل غرينيار؟ دولة أوروبية. إن شاء الله إن شاء الله. فرنسا. فرنسا؟ فكتور هيجو كله فكتورات. والله فكرت، برافو عليك. إجابة صحيحة. فرنساوي فعلا، برافو عليك، فكرت. بس حسبتها بطريقة جديدة جدا. رحت لفكتور هوجو وخدت الاسم. 25 للحياة 30 عائلة عيسى. وحان معاد الجوكر يا بلال. بلال 20 نقطة مهمين جدا، على مهلك ما تستعجلش. علوم والسؤال هو، بروكيسيا نانا هو من أصغر الحيوانات في العالم، في لأي طائفة حيوانية ينتمي؟ تم اكتشافه في مدغشقر 2021. اكتشفوا ذكر وأنثى. 8 ثواني. بلال إجابتك. طفيليات. الطفيليات إجابة خاطئة. أخذ إجابة حالاً. دوس على البصر. قولي قولي قولي. الأول. مدام حكمت إجابتك. القطط يعني. القطط. إجابة خاطئة. ايه رايكم 50-50 بقى؟ دوس على البازر. اختيارين قصادنا على الشاشه، الطيور الزواحف. ازاي زواحف؟ انا دوس. لا بلال اللي داس. الزواحف يا بلال، خدت الريسك. اجابه صحيحه. هتفرق 10 زائد 20. برافو عليك يا بلال، خدت الريسك وخدت 20 نقطة. عائلة عيسى 50، عائلة الحياة 25. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة المعرفة والعباقرة. يبقى عائلات مصر جمعت 75 نقطة في فقرة العلم في خزنة البنك الأهلي المصري، الداعم الرئيسي لمشروعات المرأة المعيلة في كافة المجالات. هذا البرنامج برعاية من يهتم بالتعليم في مصر.